رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحكم بالله بنا آياته أفضت لي الشناب سيمرين اللفدا يلما آخر السورة وسورة النجم لا يقل الله تنية الضباء بسورة القمر. الله سبحانه وتعالى وكوف شهري أم لم ينبأ بما في صحف موسى من الله ورحمه الدكة موسى إبراهيم كتب طالبه كفر عاشيوه الذي إبراهيم كي وفاعه فيه وعلى وحي الأمرين لوحي لغن أيوه فيه مع كفر مرحى صحفة ألا تزيروا إن أنا يحنباري من أنه حالي هو أن مخفف من الثقيل وحليلة أنه حالي يشاني لا تزيروا إن أنا حنباري وزيرة النفو حنباتي الدمبي قبطاي وزير أفرامتك للدمبيات وأن ليس إنونا أصبنا للبحاشيات تقرر بالإنسان قفك إلا ما سعوا الشقيسي بوية عمل قولية ووحي الشقيسي فكاو حليلي يعني ووحي المطيع عمل كي تكون مطيع فضلك لي وحيابك لي وحياب بدن وأنصحي ونسج عمل كي تاين باكرة لو الدعيه صدق الله بعيه لا يستطع الله كل الله غير هذا خير يعني وأن سعي وعمل كي سنة سوف يروح نورداني شعوف في إبراهيم بيكو قرآن موسى وأن سعي وعمل كي سنة سوف يرى مرضم الله أركتونا والروح صادتونا والميزان تونا بيكمتهاي ثم يجاوه حلقة أول مرين ملكي عمل كي سلقة الحساب تمر الجزاء الأوفى أبال مرين واسعة ومحبكة للنين وأن إلى ربك ربك حقي سؤال منتهى انتبيد أولمات انتهى ما يسلم انتهاني حق الله ويحكم دي الله لسي صحف إبراهيم بيكو قرأي وأنه الله سبحانه وتعالى هو إستغى أضحك كقصلية وكأورية أسباب تقصر في أهنت كانت الله باركينا وأنه الله هو إستغى أماتي بلا وحيان ولي وأنه الله خلق الزوجين الذكر والأنثى لا شاور التأكيد بالك لي أنه هو التأكيد بالك لي ووحيابه يكدو ديان إن يجيب خيار ليهين مثل كلي خلق الزوجين الذكر والأنثى قفنا إنه ذكر أبو رمشة يدني مركلا ما أكيني أنه الله خلق الزوجين لما نهو أبو ري الذكر كلب والأنثى كذلك من نطفة عن روح بك أبو ري إذا ثمنا مركي للشباء ميلو كل بعيه عن روحكي وهي دعانك يا رابا ميلو كل بعيه دعانك ليتوه تقريان أركا تعالى كابورا يا سبحانه وتعالى وحاول يواقس عجيبه وإسخهل دعان وإسخ ميلو كابورا خاصو من نوح الله بنقول من نوح لديك نقول الله رسالك لدوه وحالك يا بما ثانها إسخ نبيع لك أبورا من نبيع نقول من ملو بذن نقول هل نبيع بنا لك أبورا بقدرة الله تعالى أنه أن خلق الزوجين لما نهو أبورا أذكر كالذي والأنثى كذلك من نطفة إن يرى نبيعك أبوري إذا ثمنا مكي للشبه فلنه الشبه وأن عليه ألا تشي سوحاءه وألا يلي أن نشأة أبوك الأخرى يتنبع أبوك كلان الله رسول عليه أبوك يوري الله وأبوري سبحانه وتعالى من إحداث لك أبوري أبوك الدنبي يسوع عليه في الحساب كان الله وإذكى العذكى للم لها أنه قال وأن عليه على الله الذي شيء سوحاء ويسوه السصارع إنه واجب أن يكون أن عماه أن نشأة أبوك الأخرى الضمب وأنه قال هو يسوه أغناء الناس الخلق خلقه غني كذلك ويان وأغناء أخيرية يعني وحي كيتلام في أعظام لهم القيم وحي كيتلام بسينة يا ويمعنى أغناء يعني كيف بسينة يا ويمعنى أغناء فضل مكدي وأغنى وكيهن وهو كيف كذلك تابوسينا ومركا أغنى ناسو وحي كيف كذلك تابوسينا وحو المغال لكينا يا ولد وحي وقال لسيب كفران لكينا هدو دولنا قفل وبردد فيا وديلي وأنه أنه هو يستوي أغنى كغني كذلك وأغنى كفقير كذلك سالسنا على مفسرين لكن وحاكرنا أنه هو أغنى كغني كذلك وخلقه وأغنى كيسي يويا يعني أعضاء ما لهم القيم وهي كيسة لكتان بصيني وأنه ألف هو ألف رب الشعراء حدق الشعراء الليلة الله ربك أرؤى ويا
وحرب الشعراء لو كان اي وي عابدان عربت قيبك من الشعراء الشعراء عابدين حدك الشعراء لنا غميسا لنا غميسا حوي الجوزة حدك تلعي لها و يحدك عبوره الجوزة كمنا العبور لها إلا ما نسويه بالي لها ملك خرافات عربية باكرة ويعني كانها حيليهن حدك عبور لها يحدك الشعراء لها وحيولا لها حدك السهيل لها ويولا لها marka abuur iyo suhayl ba meel isla tagay ee qumaysana way ka dhig qumaysa waa inda ku dhaxan la weeyo marka oo nisi bay idaha dhaxantu yahay waa quraasa carabiyo waa been waxa jira way ala kul hal xidiga ashicra la ilaa way caabudan markaas waxa la leeyahay rab meehe waa la rab shicir xidiga sida ku ogaada la leeyahay wa annahu allahu wa rabbu shicra xidiga shicra la ilaa ka rabbiga waa way allah ba xidigaha maamula oo rabbi u ah idinku waa caabudaan marka ogaada inay iyag loo rabbi yahay wa annahu allah subhanahu wa ta'ala ahlaka wuxuu halaagay caadan buu halaagay al ula hore caadkii hore caadkii hore waxaa lagu tilmaamay caadkii nabi ilaa nuud loo diray caadka dambe waxaa lagu tilmaamay xuluud inay yihiin ilaa iram bin usaam bin nuux bay isugu imanayaan waa caadkii hore iyo caadkii dambe wey waxaa kaloo la sheegaa عاد هو ركون هيد نبيه لتشو غي ما هاي ركوة كلاها لكن كذا في إن شاء الله كتبينين وأنه الله سبحانه وتعالى أهلك وعوها لاغي عادا الأولى عاد في فرق عادا الأولى والأغرية عادا الأولى عادا الأولى والأغرية كرة وثمود هي ثمود نبوها لاغي الله سبحانه وتعالى قم سالوك والسدي فما أقى أحدا قف كمده يعني كاد ملا لا مجيب ولا داعي وحشا قرع وكاه دي مسيره قال ترى اللهم الباقي وكل يري في حديث ثمود يوحنا مثل لقى دقي ثمودنا الله هو هلاج فما أبقى شيئا أحد نكمل يعني وبابي مرك عاد يثي ثمود ولا هلاجي قال دي مرك أنا بقول لك شو كوحي وحي تجنين هو يدك حب بنا أو يدك ثر بنا أو يدك عم في الدارا وحي أي هاي سين وحبك تروي يدك عمر في مجابين يعني وقول لي إذا ما تأجوا قول لي كتاجي سين يعني محاد السمى لين يتاوي هذا الخير قلت الله في جانب يكدق انتاي وقوم النوح نوح قوم في سينة ألوها لأنه من قبل من قبل عاد وثمود في عاد يتهي ثمود خهر قوم النوح بقى لها لأني وولي بقوا النبي الله النوح كن صنع بداعيك أها وان كنت الله عين حفرتين سيري تقوى الله بريد تقال بقول ان كنتم بداعيها ويديلي سيرين اي لده قال لهم سيرين مركب من قبل وحوي من قبل عاد في عاد خهر لم يلا ينفعها شيخ المرسلين أول من أرسل إلى الشرك بوها والشرك الله در في أبوه الرئيس بوها أنت النبي نوح يا آدم ودع أي شيء شرك مجر دم بكلاك إلي لا في شرك مجر مركا شرك ذا سنو تقبل له القبور تقبل له ضيلة أول شرك في العالم فداء من القبور قبور بألغو في النبي انتلك يا الله هريا فريسي وطابطي وحرقل للسي يا الله هريا فريسي لغسو الديخي marka shirkiga halka ka bilaabay nabi ilaahay naxbaal loo diray marka sidaas aan loo leeyahay min qablu wa qawman nuuh inna allahuha laa min qablu hurbu wa halaali maxaa loo halaagay marka innahum qawmun nuskanu wa hayya hayya hum yagu azlamatu wa aad uga zulmi badan kuwa kale wa adqa uga kibir badan uga dambi badan bay ahaayeen marka way ka dambi badan macnaheedu waxa weeye way ka waqti dheeraayeen fiicaas inkastoo 300 iyo 200 cimrigooda ahaa kuwa reer naxbaa ka cimri dheeraa نبي الله نوح باوته كري كن يكون في سنة يكري هو عوي ينفي داعيك أفرت السنة قبل الوحية يكون يستقال بقول يكونتن داعيوها يحن سنة بعد الطوفان انت هاتف نبي الله داعي صاحب مالي قوم النوح إنهم يقوا حلوا أهلا كانوا حلهم يقوا أظلمك والظلم بنا وأغلاء كبر بنا والمتفكة كي اللي بدك الدين مو هلاقي الله سبحانه وتعالى هو حاله سوه بي تظن كل قاضي والصمد اللي جايبه للسوه دي فكاسات لك عن سجيل الله تعالى مرك اول متفق هذا الدين فوق عرفنا قوم النوح يقوى هو في حاله انه غني هدي هو ذات والمتفق هذا لو عمل سيانه وحوي هو المتفق تبع الغل والمتفق هو هلاقي هو قد هو حاله سوه بي وحق سر اللي سوه دي أما هو المؤتفكة بأهواء ألا سوفه بيضف كسور لده فغشها مؤتفكة وحاد ضبالي ما غشها وحيد ضبالي وحاد ضبالي بحوها انتظر لك اللقف الشيء والوسور لده قال أكحان الله لعي
وما يشيد بد قرموني أي كسر كسر معتي غشها وحاطب لما غشها وتهويل بالي لما ذات ومبهمه ووحى الله الشيطين كريم بيت الثاني فبأي آلاء ربك خبك نعموين في سم الدوري يا تتمارا خشكي بالي مركا النبي الله محمد بالله الله النيا مركا يتبو مشكي يدلتين وقاسيون أما إنسان كان الله النيا والإنسان فيه نعموين كألا ليه هاي من ذلك الشكية يساوي أو الشكية كانت كده بل كميشن وحالة صوشي هلاك بالة صوشي هلاك نعمانا نموت المامة والنعمة أولي حبي فاسدة وقال لك هو إياه مركي حبي فاسدة صوب حوال الشراء مركي شر محضة مركي نغنين يا الله بلك كضه إلي شر محضة مركي نغنين مركي والنعمة الشركة تلك اللي قد يقول الله نظيفية والنعمة بل هذا الشركة وحالتك اللي قد يهدي كده دبر قوينتي هذا مرسوسه عدل بالله لا تظهر كذا عدل يدعو أي علماء الإسلام في يدفع يدفع الدعوة لنا السعودان فالله لا تظهر كذا دون كشركة هذا أفجم بيجي باب إنتي الله كريه سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربك ربك نحن يكيسا من ذلك يا إنسان كيو تتمارا كشكيسا هذا نذير من النذر الأولى هذا ورك اللي يدين شيء يعدى لهلاقي إشارة ظهر كاسة كل شيء أما هذا نبي النبي الله محمد اللي يدين صادري نذير دجنيوي أما وادق ومن النذور الدجنيه كمدى قالوا لا فرح ما كهدي هذا النبي قالوا إذا نذير أنتو وحين نقول اسم فاعل صلاة سينقل من النذور إنه جمع النذير بين الله إلى مكة واسمه كيف فاعل هذه شهادة الوجه الدجنيه النذير يوحى الله الشيكيه من النذور من الإنذار بين الله نذير دجنين ويا من الإنذار بس بين الله سلاسة وخلق هذا النبي قال نذير الدجنين بحيوي ومن النذور الدجنين بحياسي وركم إذا لا غير أما هذا شكذا الذي شيء نذير الدجنين وي من النذور إلى الدجنين وركم أزفة الأزفة هذا كده وحكو صابر أزفة دوي دواتي الأزفة كتير دوي دو قيامة من أسماء القيامة الأزفة بركم أزفة الأزفة الأزفة دوي أزيفة الأزيفة وهو أزيف اسم فاعل أزيفة دويد واتي الأزيفة كيل دويد دويد دوذهي يعني كل شيء كل آت قريب ورويد دوذهي ليس لها ومسقنا عن القيامة من دون الله ألا غير كاشفة نفس كاشفة أو فرقة كاشفة وهذه يعني مؤنصة لقد قل إله واسم فاعل مؤنصة هذه كلمة فاعل لقد سيد عاطية وقالون غنم ليس أمسقنا من لها قيامة من دون الله لغير آشفة فيهد وعلى فيهد كرامة ومسر مكة أما ليس الله أمسقنا من دون الله كاشفة من فيهد في القفة إذا أمنا فيهد كتمسر الله مرسل لك فيهد الله لا فيهد كرامة مكة سنة تفير مرة في قيامة بواتي صومها الضوانا إلى القرآن قد غطان بمعنى تبلا مرسل وحالي أصم من هذا الحديث موركا عجيبك القرآن الكريم كان تعجبون الله يا بنتي إذنكم الضفتان وتضحكون كفو سليسان إذنكم كجي سليسية أولا تبقون إذا نورين إذنكم كعبصنا يا عبص عقاب الأشياء عقاب إذنكم كعبصنا مارك مقوم منا مارك دي قيامة الدولة هاي دقنين فينا الله إسوس وجري كما ضبيتا هاي علم بيها النبي وحلم بيها يوني وحاوي العلم قسوا الدهي والروح صحا الله الدهي وعلتها صوص عدوار هاي ومرك كجاري وهاي وعلتي ودبس عدو مرض أوها في يوم مرض أول ولا أساسه كله نبي أوه مرض له لو ألف بحال كسر صعدا مركم وحاقم من إلى القرآن كم هذا الجدان ماشاء لدقنين تواكين أفمن هذا الحديث موركان شيء كذا ميا تعجبون الله يا بنتي إذا كنت ضفتا وتضحكون كقص لسان إذا كنت جيتية ولا تبكون إلى نوين إذا كنت عقاب ربقية والحال أنتم إذا كنت رسال بدون هذا الإسلام يعني الله هنا في الغنى ومرك القرآن كان أغريه اليوم يهيس يطوري يوحدرا بينكم مشهورين كذلك تاين ومخل مرك السموت هو حوي واللهم مدى الدالة يهيس وذكرون هي إعراق وإنتها صلى الله عليه وسلم بساميدوني مياد كجية تليتان إذنكو بالغناء يكون جيس تيسي يكون هيسي بالغناء وهيسي مياد كجية تليتان والحال أنتم إذنكو ساميدون كجية تليتان بالغناء يوحياما أن معنى الله أكون مشهورتهم مكاء الله عليه فاسجدوا لله قينون قواصلة فاسجدوا لله ألا ذاتوا سجودة واعبدوا عبادة بكبار يا لما
مركز سجود لله سجود سجود تلاوته وكمل آيات عليه سورة النبي سجود كثير هو الرسالة أنا يا هاي مكتوب شو مكملتها واحد سجود قال يا مسلم في الواحد اللي مكتوب شو من ولا هو سجود هل من مويان وما يبين خلاص أو كبر ذاتي وش يقدر كذي ما ينتهي سوى قارن وش اللي صار إنت رأي مسلم ولا بس كذا بس سوى قارن هلا دي لين كاس قلبي أرض الحبش يقتل المهاجرين تحيل السوق قاعدين مركي اللي قاله اللي وي وده سجودين بقى اللي يقول إسلام الواقوة كل قندون اللي باتت دمه يالا كل من دونه مكا وحالي اللي يهمر دمه نبي نسوي انتو أغريين عن سجودين بالاركين تاو حالقو فسيني هدي قرأة سلاة انتو كنه وصورة آخر كير مكا دي هدي اللي سجوده انمر دم بحضان قرأة الأغريين فيه مكا سلاة درتين ويسكت داين اما دكا واجب وقاد الله وحوي السجود واجب قاد الله على كل حال وحوي آية السجدة والعلماء طبعاً تسجد إليهم فسجدوا سجود لله الذي أرتدي سجوده واعبدوا عبده وعبادتك كريهة صورة الله.